فريق آخر، نروح لاتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، مستقبل اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل. نبدأ بالاتحاد، هل أصبح التغيير ضروريا في بيت الاتحاد؟ الجماهير كانت غاضبة في اللقاء الأخير أمام شبيبة القبائل، غضبت كثيرا على إدارة النادي التي يظهر أنها باش ما نقولوش كلام آخر نقوله مو، ما راهيش هذيك الإدارة القوية للدافع على الفريق في الأوقات الصعبة. وهل سيبقى أو سيفي ولد علي بوعوده وتعود الشبيبة للألقاب؟ هذه الكوتيجياز كان بدأوا بليسما. الجماهير أصبحت في المدة الأخيرة تطالب بالتغيير وتطالب من سيد حركاتي، شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير طالبت كثيرا بعودة الرئيس التاريخي للفريق سعيد عليق وبعض الأسماء الأخرى، ما نقولوش إلا عليق، ولكن قالت بلي الفريق هذا عنده موليه اللي يقدروا يعودوا يرجعوه للواجهة، لأنه اتحاد العاصمة ضيعت الكأس، وشباب الوزداد كانت أحسن في مباراة الكأس، ضيعت البطولة حتى وما زولها ثلاث مباريات ولكنها ربما تلعب على المرتبة الثالثة الثانية، لكن البطولة عاود عطينا الطابلو باش نتأكدوا برك من الترتيب. بوعلام اتحاد العاصمة عندها 36 نقطة، لو تفوز بالثلاث مباريات، عندها مباراة أمام بن عكنون، وعندها مباراة أمام ولودية وهران في وهران، وعندها مباراة أمام السياسي في قسنطينة، نقولوا أسيدي سير لي 9 ماتش، سير لي 9 بوا، يجيبوا أسيدي 7 نقاط مثلا، لو يجيبوا 7 نقاط زعما نقولوا 2 فيكتوار أم ماتش نول، يولي عندهم 42 رم بعاد على مولودية الجزائر، يعني البطولة خلاص يربح لي 3 ماتش، مي يربح لي يربح 40 كي يربح لي 3 ويقعد بعيد بعيد، يعني حتى عنده مباراة مع مولودية الجزائر الأسبوع بعد هذا الأسبوع، ولكن البطولة خلاص. كأس الكاف على بالنا واش صرا، القضية ما زالت على مستوى الطاس. هل يمكن الحديث على ان سيزون راطي ايضا لاتحاد العاصمة؟ وانا فونتو شوف الاقصاء من كاس الكونفدراليه وكاس كاس الجزائر، انا جو بونس ك ليكيب تاع ليسما اروسو ان كو سيريو، سورتو الظروف كيفاش كاس افريقيا، على بالنا كيفاش الفريق يعني نحاولوا طعمه من ستيل ليكيب كي تي كانديدات باش تدي اونكور لا كوب لا كاف النجمه الثالثه، يعني غروس فريستراسيون، ومام في لاكوب دالجيري نقدروا نقولوا اللي ما عاونوهمش بزاف ابري المأساة تاع لاكوب دلاكاف، توت سويت راحوا لعبوا دومي فينال كوب دالجيري. جو بونس لي جوار اون ريسو ان كو، وشفناه هاد الكو هذا شفناه في اللقاء تاع شباب مع شبيبه القبائل، اللي مالغري لي دو بوت ايزون سيكولوجيكمون الفريق مازالوا يعني طري فراجيل. وانت قلت اسكي قدروا يجيبوا 9 نقاط، يعني سافا ديفيسيل، سافا ديفيسيل افيك ان جروب لي اون بلوس دي بليسور دي بليسور. نعطيك معلومه، لي دو افري لي دو اتاكون افريكان اونكور غدوه ماشي راح يلعبوا مع البيض، ما يلعبوش ما لعبوش مع شبيبه القبائل، دونك لا سيزون سانونس ديفيسيل. Ils sont blessés, ils sont blessés. En plus de ça, ils ont 3 matchs en retard, donc ils ont un programme chouïa chargé. Ça va être difficile. Mais le problème, c'est que dans l'Etihad il y a un غياب شخصية عندها كاريزما تحكم اتحاد العاصمة، ممكن لها ان يعني تعاود ترانسفورمي شويه فوالا تنترفوني. عبا كي تشوف العام اللي داروا بن شيخه العام اللي فات تفهم باللي دي فوا كونت فوز افي اون بيرسون اون بيرسوناليتي كاريزماتيك هكذا تقدر تتدخل وتبدل الاوضاع في فريق. حان الوقت الان كسوسوا الديريكتور تاع البي دي جي تاع سيربور ولا سي حسيني افيك تو لو ريسبيك اون لوي دوا، اللي ما نشكوش في حبه للاتحاد العاصمه، يعني الامبليكاسيون الغست مينيم لي ميتنون يفو ان اوتر كونسي دادمنستراسيون، يفو ان اوتر بيرسوناليتي، لازم نفس جديد، نفس جديد باش يعاود يحيي هذا الفريق. باسكو هذا الفريق انا نقول لك واعي ما اقول، الي فريمون توشي في الصميم ابري سكي سي باسي اي سافا ات فريمون ديفيسيل دو فينير لا سيزون. لست هنا للدفاع عن احد، ولكن في وقت من الاوقات الجميع كان يتكلم، ربما اليوم راه فات الوقت احنا تكلمنا هنا كانوا يتكلموا على صفار، كان يقول لك هو الامر الناهي داخل المجموعه، اليوم صفار بشهاده الجميع غير موجود،
لا في لب القرار، لا في اتخاذ القرارات، ولا في حتى شيء. لماذا اليوم الإدارة الحالية يا أخي عندها ليمان ليبر؟ بكري وش تهدر يقول لك يا ولدي صفار، صفار ويدي سيدي، صفار هو اللي قال، صفار هو اللي كل حاجة يمسحوا الموس في صفار. اليوم صفار ما كاشوا في الفريق، ولكن الإدارة مع كل احترام غائبة، ضعيفة، تحس بأنه ما عندهاش هذيك، ما يتكلموش، ما يتحتوش، حتى في قضية الآن تاع اتحاد العاصمة ما شفناهمش يعني يديروا بيانات توضيحية على ما احنا في وسائل الإعلام أنا نتكلم أكثر منهم. لو كان اسم كبير ولا نزكي على الله أحد، نتكلمت على سعيد عليق لأنه الجميع كاين إجماع على أنه هذا الرجل يملك الكاريزما ويملك القوة اللازمة من أجل قيادة السفينة، شفناه ما قام به في اتحاد العاصمة، وشفناه أيضا في شباب الوزداد لما كان، يعني الذي يحدث في فريق يثير الكثير من نقاط استفهام. وكأنه كان يد خفية لراي لومبيش لو رتور دو سعيد عليق على ياسما صافي 200 ولا 300 ولي سيبورتور يدوموندي فون رتور، مي ا شاك فوا كاين اون ديري حاجه خفيه راهي تبلوكيه ما يتخليه يجي. كنا انا هادو لي رامي انا لي مصلحه، حنا كي نتكلموا هنا نتكلموا لمصلحه الفريق ما نتكلموش على الاشخاص. ابسوليومون الفريق هذا بحاجه لوكوموتيف، بحاجه الى راس بامكانها ان تقود النادي. دوك سعيد عليق حنا تكلمنا على سعيد عليق لانه يلقى الاجماع، اسيدي ماشي سعيد عليق، اعطيونا رجل بامكانه ان يقود السفينه. الفريق الان بحاجه لقائد ربان حقيقي. مع احترامنا لسيد حسينه اللي نحترموه وعنده تاريخه في فريق اتحاد العاصمه كمسير سابق، ولكن كي هو كي رضا عبدوش مع التقدم في السن راه مريض، ربما الفريق بحاجة قلت إلى نفس جديد، ديناميكية جديدة. كما قلت يدخلوا دم جديد، لأن شوف أنا كنت أتمنى اتحاد العاصمة الماتش تاع شباب بلوزات، كنت أتمنى على الأقل الفيدرالية كانت تريبورتي هذاك الماتش، خاصة في هذاك النهار وين طاحت الديسيزيون، ودار مام لي ديريجومون الماتش قال لك من غير معقول لأن يماتونيو هذا الماتش، وخاصة نعرفوا أن لا فينال ألا تي ريبورتي. كان مازال ما على بالوش بلي ريبورتي. لا فينال سي لا بريزيدون سي با لا فينال. وي بصح في هذاك لو جور مام الناس عرفت بلي لا فينال ألا ريبورتي، تسمى شغل هذاك لو كومونيكي إلى بريزي لي جون تاع كاع لي جوار شفناه في التيران كانوا تاعين. نظن أنا اليوم اتحاد العاصمة لازم ضروري الآن باش يكون تغيير على على هرم هذا الفريق باش يعود. نعم علي بالشيخ، هل تعتقد أن الاتحاد بحاجة لدم جديد على مستوى التسيير؟ نشعر أن الفريق راه دخل تقريبا في سبات ولا يوجد من يدافع على هذا النادي. شوف تكلمت أنت على سعيد عليق. سعيد عليق عنده 50 سنه اكسبيريونس، هي ان اونسيان جوار تاع لوزما، اي لو سول بريزيدون اللي جاب كاع لي تيتر ولات لوزما في القائمه بلي تيتر. هذه وحده. يوسف حسين حتى يوسف الله يرحمه يوسف حسين الله يرحمه كمال حسين خدم مع عليق وما كاش مشكل يخدم مع عليق، هو يحب فريق لوزما وكلش. المشكل قالها رشيد، قال لك انا لامبريسيون كاين يد خفيه لي الف با كعليق يلحق. انا اليد خفيه هذه انا جو بوز لا كيستيون، الشركه هذه سيربور حاكمه لوزما، هي ماذا بها لوزما تلعب تيتر وتفرح والشامبيون ممكن تدي شامبيون كوب دالجيري وكذا صح، علاش ولا كاينه يد خفيه؟ سي تال كي دوا ديسيدي باش واحد كيما عليق لي لا ماجوريتي لي سيبورتور لي راهم. انا والله العظيم كنت في ان سيرفيس هنا في 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 في, في الجي، حكموني رجال كبار قالوا لي انا حتى هما يحبوا لي اسمه، قالوا لي هضروا على عليق، قلت له هضرنا على سبعين خطر عليق، انتوما اللي تهضروا على عليق، حنا انا غير نهضروا لا بروف اليوم انا نهضروا بس لا ماجوريتي تحب. Je me pose la question, est-ce que Sharika Hadis, les décideurs, a mis chouf ou bli alliq, si un qui dit, j'y ai un plus, ou là, a mis chouf ou bli alliq, mais j'y ai un plus. Et comme l'eau avec les dirigeants, ou là, j'y ai d'autres dirigeants, mais il y a un plus.